أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم تسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشمالية حيث تكون الأجواء نوعا ما باردة نسبيا. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم تسود أجواء مغبرة نوعا ما مع رياح نشيطة 39 درجة مئوية، أما الملموسة 36 الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية نشيطة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 20 ل11، عرعر 19 ل9، وتبوك 21 ل10 مع أجواء مشمسة بشكل عام. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 34 ل20، جدة 29 ل22، مكة المكرمة 34 ل19، والطائف 30 ل19 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 ل14، أبها 27 ل12، وجازان 32 ل26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 38 ل18، حفر الباطن رياح نشطة وأتربة مثارة 30 ل14، والإحساء 41 ل18 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 39 ل19، بريدة 30 ل14، وحائل 22 ل11 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.